تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين انطلقت فعاليات يوم التهيئة للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجامعي 2018-2019 وذلك بقاعة الشيخ عبد العزيز آل خليفة في مقر الجامعة بالصخير. يوم التهيئة الطلابي ملتقى سنوي يرسم معالم مستقبل دراسي مشرق في أعين كل طالب طموح وافاه القبول في جامعة البحرين ليكون في كنف الجامعة بعامها الدراسي الجديد وهو في أتم استعداده لدخول الحياة الجامعية. استعداد لهم يكون من خلال تجهيز أو إعطائهم صورة وفكرة تكون واضحة تجعلهم يتكيفون مع البيئة الجديدة اللي راح يلتحقون فيها. احنا كطلاب تربية رياضية مختارينهم الكلية، احنا دورنا ان احنا نوفر المعلومات الناقصة في طلبة يعني محتاجين يتعرفون اكثر على التخصص، نوفر لهم هاي المعلومات، نعلمهم يعني شنو موادنا بالضبط، شنو الاشياء اللي ناخذها في المواد العملية، في المواد النظرية، نعرفهم على قسم التربية الرياضية بشكل اكثر يعني. عكفت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البحرين على تطوير برنامج فعاليات يوم التهيئة لهذا العام في نواح عدة، من أبرزها استحداث جناح الاستشارات الأكاديمية في المعرض الخدمي، حيث يشارك فيه ممثلون أكاديميون من الكليات كافة بهدف الإجابة عن استفسارات الطلبة المستجدين وتوعيتهم بضرورة حضور البرنامج الإرشادي الذي سيقام خلال الأسبوع الثالث من بدء الدراسة. يوم التهيئة يعتبر هو يوم الأهم حق الطالب المستجد، منها يعرف القوانين والأنظمة اللي عليه في الجامعة قبل بداية أي تخصص يدش، يأخذ معلومة عن تخصصه وخطته الدراسية قبل ما يدش الكلية، ويعرف شلون يبتدي حياته الجامعية. أنا أشكر إدارة جامعة البحرين اللي سوت هذا المعرض اللي فيه جميع التخصصات الموجودة في جامعة البحرين، وهذا الشيء يخلي الطلبة المستجدة تستفيد من التخصص اللي هم يرغبون فيه. يوم التهيئة في جامعة البحرين وسيلة ليكون فيها الطالب المستجد على علم ودراية بكل الأنظمة واللوائح الجامعية التي تنظم المسيرة الأكاديمية، مع إفادته بكافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة الوطنية لطلبتها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.